محتلة، وصنعاء محتلة، وبغداد للأسف محتلة. نرى سليماني اليوم يا شيخ حارث يأتي إلى العراق ليشرب القهوة ويقول: ها أنا عدت إليكم يا شيعة العرب، يا شيعة العراق، انتبهوا من الدعوات المغرضة، وتذكروا ما قاله الشيخ رحمه الله في الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة، عندما شدد على الوحدة الإسلامية وقال أن الصراع، إياكم أن يتجه الصراع إلى الطائفية، فإن هذا ما يريده نظام ولاية الفقيه، لأن نظام ولاية الفقيه لا يمكن أن يعيش إلا في مثل هذه الحالات والقضايا. فنحن جميعنا ديننا الإسلام، وربنا واحد، وقرآننا واحد، ونبينا واحد. إنما عدونا أيضا اليوم الذي يتغلغل في الأمة العربية هو واحد. انظروا إلى عواصمنا، إلى بلادنا، لماذا طهران مستقرة؟ لماذا طهران آمنة؟ لماذا كل المصائب عندنا نحن العرب؟ في سوريا نجد عملاء قاسم سليماني وعلى رأسهم حسن نصر اللات، عندما يدخل إلى العوائل والأشراف في سوريا ليقتل ويغتصب وينهب باسم راية الحسين، والحسين منه براء، ويدخل إلى اليمن ليحتل أرض العروبة وليعلن بأنه يريد أن يحتل أرض الحرمين منها، ويدخل إلى الرافدين، إلى العراق، إلى العراق الذي كان سدا منيعا. الجيش العراقي كان سدا منيعا للصفويين، إلا أن تعامل بعض المحسوبين على العراق، وللأسف، لأقول وللأسف، مع النظام ولاية الفقيه حتى عادوا إلى العراق. واليوم اليوم الكلام لا يفيد، الفعل، والفعل أن نتوحد يدا بيد، المقاومة، المقاومة الشريفة، لأن العراق اليوم أرض محتلة من النظام الإيراني، ليس من الشيعي، من النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني، يا شيعة العراق، يا شيعة لبنان، يا شيعة سوريا واليمن، إن النظام الإيراني يتخذكم جسرا ومعبرا وأدواتا ليتغلغل في الأمة، ولا يحسب لكم حساب. إن هذا الاحتلال باطل، وإن الباطل لا يبقى، ونحن الحق، وسوف نأتي إليه إن شاء الله، عاجلا أم آجلا. ونقول يا شيعة العراق، إن كنتم من أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو القائل: كن للظالم خصما وللمظلوم عونا. أنتم اليوم مع الظالم، إياكم وثم إياكم. اليوم عمل بلا حساب، لكن غدا حساب بلا عمل. عودوا إلى أنفسكم، عودوا إلى أصالتكم، عودوا إلى عربيتكم، إلى عراقكم، وطهروا المحتل. وأنظروا إلى السيد السيستاني، أنا أعرف ماذا يجري في مكتب السيد السيستاني. المخابرات الإيرانية هي المتحكمة، لا يفقه ولا يعرف ولا يرى أي بيان، وكل ما يصدر عنه من فتاوي مغرضة هي تصب بمصلحة النظام الإيراني.